في ناس لو بصيت لحياتها هتلاقيها كلها أقساط، جمعيات وفواتير نت ومكالمات وغيره، مرتبها بيروح كل شهر في أقساط، بتتسدد لموبايل جابوه ولا كمبيوتر ولا عربية ولا حتى جمعية داخلينها، كل ده علشان يضمنوا حياة مستقرة وكريمة تتمتع فيها بكل حاجة انت نفسك فيها. جيت على نفسك علشان تشوف نفسك فرحان أو اللي بتحبوهم مبسوطين، ومع زحمة الحياة وضغطها بننسى أهم فطورة، وهي فطورة ربنا اللي هتخلينا نعيش مستقرين دنيا وآخرة، نعيش في جنة ربنا اللي وعدنا بيها، نعيش مخلدين مستمتعين بحاجات عمرها ما خطرت على بالنا ولا شفناها قبل كده. فطورة ربنا دي هي الصدقة، مساعدة المحتاج، مساعدة المحتاج باللي تقدر عليه. انت تقدر تتأخر يوم عن فطورة النت أو على شحن موبايلك مثلا، مهما كان حالتك ومهما كان دخلك دي بالنسبة لك أساسيات، لكن مدة إيدك للفقير والمحتاج هي أساس برضو، لكن أساس غاب عننا وتاه وسط زحمة الحياة وانشغلنا وهمومنا. الفطورة دي أهم فطورة، هي اللي بتشيل عننا ذنوب عملناها بدون قصد، هي اللي ربنا بيغفر لنا بيها زلات صغيرة بنرتكبها كل يوم ويضيف لنا حسنات كتير في رصدنا نتسند عليها وقت ما نحتاج، وقت الآخرة، وقت مقابلة ربنا، وقت ما ربنا يقول لنا كنت فين وعملت إيه، يا ترى افتكرت الفقير في يومك، ساعدته حتى بأي حاجة سواء لبس أو فلوس، بضحكة صافية أو جبر خاطر. الصدقة هي أقصر طريق ممهد لربنا، ما فيهوش مطبات ولا فيه عراقيل، طريق سالك لربنا وبيخليك يوم الحساب واثق من نفسك ومن اللي قدمته لغيرك، ومعاك اللي تسد بيه فاتورة ربنا اللي هيحاسبك عليها. يعني اللي بيتنفق في سبيل ربنا حتى لو بالقليل ربنا بيعوضه، وبيعوضه عن اللي صرفه أضعاف مضاعفة، واللي ماسك وما بيديش لغيره ربنا بيضيع اللي معاه وعمره ما يحس ببركتهم أبدا. اوعى تقول ان الجنيه اللي انت اديته المحتاج انت اولى بيه، لا، ده ممكن يخسرك كتير. انت لو طلعته في سبيل الله هتشوف مفعول الجنيه ده عامل ازاي، هتشوفه على حياتك وعلى صحتك وعلى غيره، هيرجع لك اضعافه على شكل فلوس وعلى شكل استقرار وسلام نفسي انت ما حسيتش بيه قبل كده. احنا نزلنا الشارع وسط الناس وسألناهم عن اغلى فاتورة دفعوها ولا لا. بعد الفاصل استنونا. حاجة في الدنيا وليها فاتورة، الانترنت له فاتورة، والموبايل له فاتورة، والكهرباء وغيره وغيره وغيره، لكن الجنة برضو ليها فاتورة، وفاتورة الجنة الصدقة. وزي ما بنقول دايما وسع الناس ربنا يوسع عليك. تعالوا النهاردة نشوف آخر مرة الناس دفعوا فاتورة ربنا كانت إمتى. يلا بينا. مساء الفل. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اسمك ايه؟ سالي. شغاله ايه يا سالي؟ انا استاذه لغه عربيه ومعايا ماجستير مناهج وطرق تدريس. حلو الكلام. خليني اسالك كم سؤال كده. اتفضل. اخر مره دفعتي فاتوره الموبايل كان امتى؟ الشهر اللي فات. والانترنت؟ الشهر اللي فات. كهرباء؟ الشهر اللي فات برضه. طب تعرفي ان في فاتوره، فاتوره ربنا، تعرفي كده؟ ايوه طبعا. فاتوره ربنا الصدقه. خلينا نتكلم بمنتهى الصدق، اخر مره شفتي حد غلبان وطيبتي بخاطره كان امتى؟ مش لازم فلوس، طبطبه، كلمه حلوه، فلوس يعني. دي طبعا بتبقى شيء ما بين العبد وربه، لكن هي شيء مطلوب دايما يحصل من وقت للتاني. احنا النهارده لازم نفكر الناس، لان احنا داخلين على ايام مفترجه، وكل الناس محتاجه، وكل الناس محتاجه كلمه حلوه، محتاجه فلوس، محتاجه دعم، صح ولا ايه؟ فاحنا النهارده نازلين نذكر الناس بكده. فعشان كده بقول لك، انت اخر مره تصدقتي كان امتى؟ هل بتفتكري الفقير او الناس الغلبانه في يومك؟ بفتكرهم طبعا الحمد لله، بس ما اقدرش اقول امتى بالظبط كانت تمت اخر صدقه، لكن الحمد لله موجوده الصدقه في حياتنا الحمد لله. تعرف تقعد شهر من غير ما تدفع الفاتوره بتاعت النت او الباقه؟ لا اكيد لا طبعا. طيب دفعت فاتوره ربنا؟ اكيد الحمد لله. عارف ايه هي فاتوره ربنا؟
اكيد طبعا الفقراء والصدقات واي حد محتاج ان انا اقدر اساعده بساعده. برافو، حلو. فاتوره ربنا وفاتوره الجنه الصدقه، كل حاجه في الدنيا وليها فاتوره. طبعا حتى الجنه ليها فاتوره. طبعا دفعتها؟ بنحاول، هو محدش يعني ممكن ما اقدرش اوصل 100% لان انا ادي حق يعني ربنا حقه، بس انا بحاول، احاول ابص للفقير، ابص للي محتاج، احاول اساعد حد محتاج حاجه، بحاول بجتهد. احنا داخلين على ايام مفترجه، وخلي بالك عايز اقول لك حاجه، الصدقه وفاتوره ربنا مش بس فلوس. اكيد طبعا. جبر خاطر حد؟ صدقه. كلمه حلوه؟ صدقه. طبطبه؟ صدقه برضه. صح ولا ايه؟ طبعا صح. فلو مش معانا فلوس نعمل ايه؟ ابتسامه في وش الفقير صدقه، المعامله الحسنه للفقير صدقه. شوف البساطه عامله ازاي. طبعا يعني شوف الجنه والفاتوره بتاعت ربنا سهله وبسيطه ازاي. بسيطه طبعا، بس احنا نبسطها على نفسنا. بتشحن الموبايل بتاعك؟ تقدري تعيشي شهر من غير ما تشحني الباقه بتاعت الانترنت مثلا؟ لا طبعا، لازم ضروري. صح. طيب تعرفي ان الجنه ليها فاتوره؟ اكيد طبعا. فاتوره الجنه ايه؟ الصدقه. الصدقه، برافو عليكي. اخر مره تصدقتي وطلعتي حاجه لربنا كان امتى تفتكري؟ اوقات احنا بننسى كلنا. الحمد لله النهارده. حلو، يعني انت بتفتكري الفقير في يومك صح كده؟ اكيد طبعا، وبطلع لامي الله يرحمها لاني والدتي لسه متوفيه قريب، فطبعا يعني غير كده لازم لامي لاني ده اللي بينفع بيرفع من درجات المتوفى. مظبوط. فاكيد طبعا. مظبوط. في ناس تقول لك اصلي اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامعه، فالفلوس اللي انا هطلعها لا البيت اولى بيها. لا اكيد طبعا، يعني ما فيش صدقه بينقص منها مال، ده بالعكس. مظبوط طبعا. الجنيه ب10 والحسنه ب10 امثالها. صح ولا ايه؟ صح طبعا. واحنا لازم نعلم عيالنا الصغيره كده. اكيد صح. يعني انت اقول لك فكره حلوه انا بعملها شخصيا، ساعات بروح اتصدق لحد فاروح مطلع الفلوس من جيبي اديها لمراتي عشان كلنا نشارك، ومراتي تديها لبنتي الكبيره، وبنتي الكبيره تديها لابني، وابني يحطها في الصندوق او يديها لحد علشان الكل يشارك. صح. انت بتحوش؟ انا بتطلع جزء من فلوسك لحد ولا حاجه؟ يعني مثلا ماشي في الشارع ولاقي مثلا حد جلبان اديله 5 جنيه. يا واد يا جامد. جدع شاطر. تقدر تقعد قد ايه بدون ما تدفع فاتوره الموبايل او الانترنت؟ ولا يوم. ليه؟ معظم العلاقات بقت علاقات على الانترنت. يعني الاصحاب اللي كذا ما عادش حد فاضي قبل حد. يعني انا مره جالي شغل في مكان كده في بلد معين ما فيهوش نت، وكان الراتب كويس، ما قدرتش اروح. ليه؟ عشان ما فيش نت وكده. يعني احنا عرفنا ان النت له فاتوره وما نقدرش نعيش من غيرها. طب تعرف ان الجنه برضو ليها فاتوره؟ اكيد. فاتوره الجنه ايه تعرف؟ فاتوره الجنه عباده الله والصدقه. الصدقة جزء من العبادة، ان احنا نساعد الناس طبعا وندي المحتاج طبعا. اللي مش معاه فلوس يتصدق بايه؟ يتصدق بالكلمة الطيبة صدقة. سلام على السهولة والبساطة. ليه بقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه ما هي احب الاعمال الى الله على الاطلاق، فاحب الاعمال الى الله، كل واحد قال بقى قيام الليل واللي قال كذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم احب الاعمال الى الله سرور تدخله الى قلب مسلم. يعني واحد مسلم تفرحه بكلمة حلوة، ايه القميص الحلو ده، ايه مش عارف ايه كلام زي ده. من هنا جت الكلمة الطيبة صدقة، الابتسامة في وجه اخيك صدقة. شوف البساطة في الموضوع عاملة ازاي. نعم. يعني معكش فلوس اضحك في وش الناس. بالظبط كده. ومعكش فلوس طبطب اكبر بخاطر الناس. صح كده. موضوع سهل جدا. الصدقة هي الشيء الوحيد اللي مش بتخلي الفلوس تنقص، بالعكس ربنا بيبارك في اللي باقي وزياده، وهتحس ان الفلوس اللي باقيه عملت بيها حاجات كتير. خلوا المحتاجين في بالكم وبلاش تقسوا عليهم، ومهما كان اللي هتديه انت شايفه قليل لكن اجره وثوابه عند ربنا عظيم. طالما على قدك وعلى قد اللي معاك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يا اخي ده المحتاج بيتصدق للمحتاج اللي زيه بالكلمه الطيبه. يعني لو واحد ما معهوش فلوس وقال كلمة طيبة أو تبسم في وش محتاج، دي صدقة وليها ثواب كبير عند ربنا. يا جماعة الآخرة ليها اشتراك، دخلها وسط حساباتك كل شهر، وزي ما بتعمل للدنيا اوعى تنسى الآخرة وطريقها.
وإننا محتاجين رصيد ندفع بيه الفاتورة. بنحوش في رصيد الدنيا وبنتعب علشانه من يوم ما بنتولد، لكن في رصيد تاني إحنا أهملناه، رصيد حسنات ممكن يجي عن طريق أي حاجة وأهمها الصدقة. فبلاش تبخلوا على الفقير أو المحتاج باللي تقدر عليه، وخليه جزء من يومك، والله هتحس بفرق كبير في دنيتك، وهتلاقي اللي يسندك يوم المشهد العظيم. جبر خطر الناس هو مفتاح الدنيا، والمركب اللي بتوصلنا لبر الأمام بدون خوف ولا فزعة. نظرة العون للمحتاج هو الدليل الرباني للنجاح والاستقرار. مادة الإيد لكل فقير طالب مساعدة هي طوق النجاة، واللي بيعامل ربنا في كل حساباته هو اللي هيفوز. مهما كانت شطارتك ومهما كانت حساباتك ما تخرش المية، لو ربنا مش معاك هتخسر والله، لأن دعوة الغلبان هي وسيلة التواصل بينك وبين ربنا، دعوة اللي انت أجبرت بخطره وما خليتوش يحس لا بنقص ولا باحتياج ولا بغربة. في النهاية كل طرق مساعدة الناس ولو بكلمة صدقة وعبادة ثوابها كبير وسهلة، فبلاش نروح للصعب واحنا قدامنا الطريق السهل ومن أسهل ما يكون كمان. شكرا ليكم وإلى اللقاء.